حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد في ساعة. تتصاعد المخاوف العالمية من تعطل إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، وذلك على خلفية التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي توازى معه استهداف بعض مواقع إنتاج النفط في العراق، رغم أنه لا زال تأثير هذه الأزمات محدودا على العمليات التشغيلية للحقول، إلا أن تكرارها قد يؤثر على إمدادات النفط العراقية في الفترة المقبلة. للحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا الخبير النفطي السيد حمزة الجواهري، لكن بعد هذا التقرير. مع استمرار تمويل الدولة العراقية من القطاع النفطي دون وجود بديل ناجح، يبقى الخطر قائما من التحديات التي تواجهها السوق العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي عموما والنفط خصوصا. فمع تذبذب أسعار النفط العالمية واحتدام الأزمة السياسية في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى إجلاء العاملين التابعين لعدد من الشركات الأجنبية في القطاع النفطي العراقي، وخطة الإنتاج التي تبنتها منظمة أوبك سابقا حول تخفيض الإنتاج والتي شارفت على الانتهاء والخطة المستقبلية لها، بات على العراق أن يجد مخرجا من الوضع القائم دون المساس بأعمدة الاقتصاد لديه ومصادر دخله الكبيرة. وزير النفط ثامر الغضبان وفي أكثر من مناسبة أكد على قدرة كوادر وزارته في سد أي ثغرة قد تقع في إنتاج النفط في العراق، إضافة إلى تأكيد وزارة التخطيط العراقية عبر أرقامها المعلنة أخيرا ارتفاع إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 408 ملايين و585 ألف برميل، ناهيك عن تأكيد الغضبان على عدم وجود نية لدى أوبك لتغيير سياستها الإنتاجية والمعتمدة لاستقرار سعر بيع النفط العالمي. لكن ماذا لو تغيرت المعطيات في المنطقة؟ ما هي البدائل من سيناريوهات لدى العراق التي من الممكن اعتمادها للحيلولة دون إرباك الاقتصاد؟ هل سيستطيع القطاع النفطي الصمود بوجه الرياح السياسية العاتية إن جاءت؟ وماذا لو تحولت إلى إعصار؟ ماذا عن تطوير القطاعات الأخرى الساندة للقطاع النفطي؟ إلى أين وصل الأمر؟ هل الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها في حال يسمح لنا الاعتماد عليها في الوقت الحالي؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة في الأيام المقبلة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. انضم إلي من بغداد الخبير النفطي السيد حمزة الجواهري. سيد حمزة، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. بداية سيد حمزة، أبدأ معك من التوتر القائم في المنطقة خاصة في مضيق هرمز، هذه الهجمات التي شهدناها على ناقلات النفط، تأثيرها اليوم على الصادرات العراقية. نبدأ اليوم من الهجمات أيضا التي تعرضت لها الحقول النفطية في البصرة، ما تأثيرها برأيك اليوم على الاستثمارات النفطية في العراق وأيضا يعني التصدير النفطي العراقي؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة بالنسبة إلى الهجمات على الحقول العراقية ما حصلت، وإنما حصل هجمة على مقر شركة الحفر الوطنية، نعم، وهو مكاتب هذه وليست حقول. الحقول بعيدة يعني عن هذا المكان، فيعني هذا أثر يعني تقريبا لا شيء سوى أنه أثار زوبعة إعلامية على مستوى العالم، سرعان ما انتهت، لأنه عرفوا أنه المسألة ليست لها علاقة بالحقول، وإنما في مكاتب شركة الحفر الوطنية العراقية. بالنسبة إلى الخليج، هذا طبعا هو العراق واحد من هاي الدول اللي هي خلينا نقول منفذها الوحيد هو الخليج، اللي هي العراق، الكويت، السعودية، الإمارات، قطر. فهذا إذا انغلق يعني لأي سبب من الأسباب ولا سمح الله، هو طبعا راح يأثر على اقتصادات هاي الدول كلها ويأثر على الاقتصاد العالمي ككل. نعم. يعني إذا انغلق ربما بعد بضعة أيام، ثلاثة أو أربع أيام، ستنهار اقتصادات دول عالمية كبرى. يعني لما يصعد سعر النفط إلى مثلا 200 دولار، نص اقتصادات أوروبا يعني تنهار.
نعم هو معبر رئيس اليوم سيد حمزة هذا للنفط العالمي أيضا ليس فقط لمنطقة الخليج. نعم. حوالي 20 مليون يعني نفط يعني مليون برميل نفط تطلع من عنده. نعم. هذا يعني بالتأكيد يعني يكون له فد أثر جدا شديد على اليمن على الأسواق. الـ يعني أمريكا ودول العالم لا يمكن أن تسمح بأمر من هذا القبيل. لأنه إحنا من نقول مثلا فد 10-15 دولة من دول أوروبا تنهار اقتصاداتها. نعم. يعني مسألة من الصعب جدا قبولها. نعم يعني هي احتمالية سيد حمزة إغلاق مضيق هرمز بعيدة جدا، ولكن لا نستطيع أن نغفل دور أن هذه الأزمات التي تحصل في هذا المضيق يمكن أن تؤثر اليوم على أسعار النفط العالمي، ويعني تذهب بها بعيدا وترتفع هذه الأسعار. صحيح حقيقة أنه الأسعار هي تتأثر مثل هيك حالة، لكنه ما زالت الآن الأسعار أسعار النفط هي تحت تأثير سياسي أكثر من كونها تأثير اقتصادي. يعني الدور الكبير اللي لعبه الخزين الاستراتيجي الأمريكي لا يستهان به، لأنه الخزين الاستراتيجي الأمريكي يقدر الآن بحوالي 460 مليون برميل. ولكن في نفس الوقت سيد حمزة هناك مطالبات من الجانب الأمريكي لبعض الدول خاصة في منطقة الخليج العربي وأيضا لا ننسى العراق. نعم يطالبون لزيادة اليوم الإنتاج وتعويض النفط الإيراني الحاصل في السوق. حقيقة هم أمريكا زودوا الإنتاج يعني الآن تقريبا 13 مليون برميل. نعم يعني دول إضافة إلى ذلك عنده هو خزين. نعم صحيح لأن الدول ملتزمة باتفاق منظمة أوبك سيد حمزة ليس كذلك؟ من هو؟ لأن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وأيضا من خارج منظمة أوبك ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق وبمستويات معينة اليوم للتصدير. بالتأكيد دعني أكمل يعني المسألة. الحقيقة هو أنه الآن مهما فعلت أوبك ومهما خفضت الإنتاج يبقى أكو الخزين الاستراتيجي الأمريكي واقف إلها بالمرصاد. نعم. يعني مهما تخفض هذولاك يضخون نفط أكثر للأسواق. إحنا طبعا كمحللين إحنا نراقب هذه من خلال الأسواق يعني أو خلينا نقول مقارنة الأسواق. نعم. ما بين برينت وما بين أوروبا مثلا ويست تكساس انترميديت. لما يكون عندنا الفروق بحدود $10 ما بين ويست تكساس انترميديت وبرينت معناتها الإغراق جاي يصير من ناحية أمريكا لأنها تريد بقاء يعني بقاء أسعار النفط منخفضة. نعم بالضبط حتى يحافظون على أسعار النفط منخفضة. نعم. ونجحوا وصار لهم سنة تقريبا يشتغلون على هاي المعادلة. هذا العمل يعني خلينا نقول أتقنوه بشكل الأمريكان هم عادة يتقنون العمل اللي يقوم. نعم ولكن في نفس الوقت هناك دراسات وأحدثها يعني بالأمس صدرت هبوط مخزونات النفط الأمريكية بمقدار معين يعني ليس ببسيط. ليس بالقدر اللي تتصوره. يعني نزلت المخزونات بالاستراتيجي الخزين الاستراتيجي الأمريكي بحدود 3-2.5 مليون برميل. طيب. وهذا طبعا لا يمكن أنه يكون إلى أثر كبير. ليش؟ لأنه الكمية كبيرة عنده يعني 461 مليون برميل. يعني هو إذا يريد يضخ من عندها 100 هذا مليون أو 1.5 مليون للأسواق. نعم. هذه أثرها جدا جدا كبير في حين هو عنده 461 وبنفس الوقت هو يشتري. يعني هو لما 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 يضخ من النفط مالته ايضا يشتري من الاسواق. نعم. حتى يحافظ على صحيح يعني مستوى معين للخزين الاستراتيجي. طيب نعود الى العراق سيد حمزة. المساله هي سياسيه. نعم صحيح.
نعم. طيب نعود إلى العراق مع هذه الهجمات التي تحدثنا فيها في البداية اليوم، الصاروخ الذي وقع على إحدى حفر الأبار النفطية في البصرة، على إثرها شركة إكسون موبيل الأمريكية قررت ترحيل بعض الموظفين إلى دبي، العمل عن بعد تدير الشركة من دبي. يعني وزارة النفط لم يعجبها هذه الخطوة وصرحت بأنها سوف تتحدث مع شركة إكسون موبيل للعدول عن هذا القرار. أيضا قالت بأننا سو قادرين نحن اليوم على سد بعض الخلل، سد النقص الحاصل إن حصل في تصدير النفط وأيضا إنتاج النفط. برأيك يعني هذه الخطوات كيف من الممكن أن تتعامل معها اليوم الحكومة العراقية، خاصة إذا تجددت مثل هكذا يعني هجمات على إحدى الحقول؟ ممكن أن نشهد إحدى الشركات الأخرى العاملة العالمية في مجال النفط في العراق أن تتخذ نفس النهج الذي اتخذته إكسون موبيل. حقيقة الشركات هذه هي ما اتخذت أي قرار ولا حتى يعني صرحوا بشيء من هذا القبيل. ليش؟ لأنه يعرفون المعني من المسألة هو الأمريكان فقط، لأن هو الخلاف ما بين أمريكا وما بين إيران. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه إكسون موبيل هي أصلا كانت تشتغل في دبي، وقبل سنة هي رجعت إلمن، يعني جابوها إلى البصرة لتقليل التكاليف. نعم. هذا الإجراء قام به الوزير السابق. يعني هو لو رادت ترجع إلى دبي وما راح يفرق كثير، سوى أنه إضافة طفيفة على كلف الإنتاج راح تزود. مع ذلك العراق مرضى بهذا الإجراء، لأنه هذا يعتبر خلينا نقول نقطة سلبية بالنسبة لمن إلى الأمن العراقي. نعم. لذا انزعج الوزير من هذا الإجراء، و حتى تمت مراجعته، يعني لأنه هم ما حد استهدفهم، هي الصواريخ استهدفت مكاتب شركة الحفر الوطنية واللي هي بعيدة عنهم، بعيدة يعني مو قريبة عليهم حتى نقول أنه هي استهدفتهم. عموما العراق باستطاع حتى لو رادوا يطلعون نهائي، يعني ما يروحون إلى دبي، هم كلهم موظفين مكتبيين وليسوا موظفين يشتغلون بالعمليات نفسها، عمال. نعم. هذول ما يأثرون، يعني إذا يريد يقعد بدبي أو يقعد بأمريكا أو يقعد ببغداد أو بالبصرة، هو ما يفرق شيء، لأنه اللي يفرق هو اللي يشتغل بالعمليات بشكل مباشر. الموظف المكتبي لا، ما يأثر. الآن إحنا كل حقوقنا تشتغل، وعندنا مركز العمليات بغداد الوزارة. نعم. يعني هل أنه إحنا ننقل موظفي الوزارة لازم إلى الحقول؟ لا. بعدين إحنا عندنا بالعراق الآن أصبح عدد كبير من الكوادر، لأنه إحنا صار لنا هسه من 2009 2010 وإحنا الآن 2019، يعني صار لنا فترة طويلة نشتغل ويا شركات عالمية كبرى، أكثر من 12 شركة. هاي الشركات العالمية كوادرنا تطورت وياها بشكل كبير. طيب هنا أريد أن أسألك في هذه النقطة سيد حمزة، اللي من خلال العمل استعادوا قدراتهم. نعم. وإمكانياتهم، بحيث أنه لما رادت شل تطلع من حقل مجنون صارت العملية سهلة. عملية التخارج بستة أشهر حل محلها موظفين عراقيين بنفس الكفاءة ربما أكفى، وفعلا النتائج بينت أنه هم أكفى. ليش؟ لأنه وتائر التطوير بالحقل زادت مرتين. نعم. يعني بدل ما يزود 100 خلال فترة معينة زاد 200، يعني الآن تقريبا. طيب سيد حمزة، يعني في ظل هذه المعلومات التي تفضلت فيها سيد حمزة، هاي الوتائر زيادتها. نعم سيد حمزة، أنت كنت تسمع أيدي عراقية محظة 100%. نعم. يعني الآن عندنا إحنا كوادر سواء كان في بغداد أو في الحقول أينما كانت باستطاعتها أنه شغل الحقول. نعم سيد حمزة، إن كنت تسمعني أريد أن أسألك في هذه النقطة تحديدا، إذا كانت يعني المعلومات تشير بعد فترة والإحصائيات تشير إلى أن يعني الكفاءات العراقية أنهم عراقيين. نعم
اللي يعملون بهاي الشركات. نعم طيب في هذه النقطة احنا يعني ما نعم سيد حمزة يعني أشرت إلى أنه كنا نعمل منذ عام 2009-2010 مع شركات عالمية وما إلى ذلك وهناك كفاءات عراقية، إذن لماذا كل مرة نستعين بالشركات العالمية بالكوادر الأجنبية اليوم في العمل بهذه الحقول بما أن العراق اليوم يمتلك الكفاءات الجيدة الوطنية المخلصة وأيضا يعني نخفف ونخفض من نسب البطالة القائمة اليوم في العراق ولا نعتمد اليوم على العمالة الأجنبية وأيضا الكوادر الأجنبية للعمل في هذه المشاريع الكبرى؟ حقيقة احنا لما نريد نستعين بالشركات هذه الكبرى نستعين بها من عدة أمور. أولا أنه هي توفر لنا رأس المال للتطوير، الثانية تنقل لنا آخر مستجدات التكنولوجيا، الثالثة هو أنه نستفيد من عدها بأنظمة عمل متطورة، نستفيد من عدها بقيم عمل متطورة، نستفيد من عدها بدعم سياسي من دولها إلى العراق. يعني بمعنى أنه فائدتنا من عدها تفوق ما ننطيهم إياه مقابل هذا العمل، الأجر اللي يأخذوه لإنتاج النفط، لأنه إحنا عدنا ننطيهم أجر، يعني ما يأخذون نسبة أو شيء من هذا القبيل، هو الأجر فقط. فهذا الأجر يعني هي عقود بمليارات سيد حمزة، هي عقود بمليارات الدولارات اليوم. لا هذا عقد مليارات الدولارات، هذا للتطوير، يعني هو راح يجيب لك منشآت مثل ما أنت تصرفها هو راح يصرفها ويأخذها من عندك. يعني بمعنى أنه شو اسمه هي منشآت لمشاريع كبرى على أرض العراق تابعة للعراق ويملكها العراق من اليوم الأول. نعم. يعني حتى قبل أن تبدأ بالعمل. نعم. فهي منشآت عراقية. نعم. يعني سواء كان بيد الأجنبي تمت إقامتها أو بإيدك هي، أنت لازم تصرف عليها مليارات. هذا نعم. موضوع ثاني. نعم طيب برأيك هذه التطورات والتصاعد في حدة الصراعات اليوم في المنطقة، أيضا الصاروخ الذي وقع على إحدى منطقة الحفر في النفط في محافظة البصرة، برأيك يعني تؤثر اليوم على قدرة العراق في جذب استثمارات أجنبية في مجال النفط في المرحلة المقبلة؟ هل سيصبح هناك تخوف ربما؟ يعني كما ذكرت هي على أرض الواقع لم تؤثر شيئا ولكن أخذت بعدا إعلاميا كبيرا وسياسيا أيضا، برأيك ممكن أن تؤثر على الجانب الاقتصادي اليوم؟ والله أنا أفيدك فد شيء معين، هو أنه أنا شخصيا كمهندس استشاري أعمل في مجال الاستثمار، يعني أنه أنا أعمل مع الشركات الأجنبية من أجل أن يحصلون على عقود استثمارية بالعراق. فمن خلال عملي شهادة لله أنه أجد منافسة كبيرة جدا ما بين هاي الشركات العالمية اللي تقتحم سوق النفط العراقي، ويعني ما أريد أقول تقف طوابير، نعم، بل أنه يعني الشركات كلها ومن كل دول العالم هناك اهتمام، لم تتوقف عن تقديم طلبات للقيام بمشاريع استثمارية بالنفط بالذات. نعم طيب برأيك أيضا هذا التصاعد في حدة المخاوف العالمية اليوم خصوصا في نعود إلى مضيق هرمز ويعني تعطل إمدادات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط الخليج ما إلى ذلك، اليوم إذا يعني الحكومة العراقية برأيك هل لديها حلول سيناريوهات وضعت في خططها المستقبلية في حال تعطل يعني مضيق هرمز؟ كيف يمكن للعراق اليوم أن يصدر النفط خاصة أن العراق والجميع يعلم بأنه بلد يعتمد على تصدير النفط والاقتصاد الريعي؟ وحقيقة للأسف الشديد أنه إحنا ما عندنا أي مصادر لتصدير النفط أو منافذ لتصدير النفط غير فقط الخليج، خلي أكون صادق وياك. نعم. وعندنا أيضا فقط أنبوب واحد اللي هو يمر عبر كردستان، ونعرف ابتزاز الحكومة حكومة الإقليم للحكومة هناك الاتحادية. خلافات قائمة، بمعنى أنه حتى لورد فهاي مشكلة قائمة،
يعني تصعب مسألة أنه يستفيدون من الأنبوب اللي يمر على من خلال إقليم كردستان ويروح إلى جيهان التركي. نعم. يعني ما عندنا أي بديل سوى أنه نصدر بالتنكرات يعني، وهاي يحتاج لنا عشرات آلاف التناكر حتى نقدر نصدر الكميات اللي كنا نصدرها سابقا. نعم. طب يعني الحديث السابق الذي جرى عن مد خط أنابيب أو الموجود فعلا ولكنه متوقف ما بين العراق والسعودية، ما بين العراق وسوريا أيضا، خط أنبوب النفط الذي يربط ما بين البصرة والأردن عن طريق العقبة وميناء البحر الأحمر، هذه الأحاديث إلى أين وصلت برأيك في النقاشات والدراسات ما بين الحكومات العراقية وأيضا بالنسبة دول؟ إلى الخط السعودي، بالنسبة إلى الخط السعودي تقريبا يعني شبه ميؤوس من عنده، لأنه السعوديين متمسكين بالخط وما يرضون حتى المجرد الحديث به. هاي معلوماتي الشخصية، أنا ما أعرف، ربما يجيك موظف من الوزارة متفائل أو، بس أنا حسب رأيي أو ما أشوفه أنه السعودية متمسكة بهذا الخط. هسه ليش متمسكة؟ هذا موضوع أنا ما أقدر أقدره، لأنه نعم هم عندهم مصالحهم والعراق عنده المصالح. ما بالنسبة إلى الخط الأردني العراق، هو أصلا لحد الآن ما تم أي تعاقد مع الشركات، ولا يوجد حتى الآن صيغة نهائية للعقد حتى يتعاقدون. يعني إذا راد يصير هذا الخط ويصير على أرض الواقع ليس أقل من 10 سنوات من الآن، يعني حسب تقديري يعني 7 إلى 10 سنوات من الآن. نعم. إذن الحل الوحيد اليوم من خلال ميناء جيهان التركي وإقليم كردستان وهذه الخلافات القائمة. يعني تم سؤال في الفترة المقبلة عن رئيس إقليم كردستان الخلاف القائم اليوم في تصدير النفط والعائدات إلى الحكومة الاتحادية وما إلى ذلك، يعني قال بشكل عام أنه يجب أن نجلس على طاولة حوار ونتفاهم على بعض المسائل العالقة. يبدو أن هناك أمور عالقة وملفات يجب بحثها ما بين الجانبين. لا يوجد ما هو عالق، خليني أفيدك، لا يوجد ما هو عالق. المسألة شنو؟ أنه الفترة اللي امتنع العراق عن تسليم حصة الإقليم مباشرة، نعم، يعني 2014 2015 2016، هذه الفترة مع أنه هم كانوا يصدرون النفط، يعني هاي الفترة وهاي المستحقات يردون يسترجعوها وما يردون ينطون للحكومة قيمة النفط اللي يصدروه. يعني هذه قسمة ضيزة، يعني أنه أنت نفط كردستان لكردستان، نص نفط كركوك لكردستان، ويأخذون 17% من حقول الجنوب. يعني هاي مسألة يعني ما أعتقد أكو عراقي يقبل بيها. يعني هناك تفاوضون. نعم. هناك أيضا سيد حمزة مسألة أخرى، يعني لجنة الطاقة اليوم النيابية تتهم إقليم كردستان بالتلاعب بعدد تصدير النفط، يقولون أن الأرقام غير صحيحة كما تعلنها حكومة الإقليم. طيب في حال تصاعدت حدة هذه التوترات في المنطقة كما ذكرنا، ويعني الحكومة الاتحادية قررت تصدير أغلب النفط العراقي عن طريق ميناء جيهان التركي اليوم، كيف تكون عملية الثقة المتبادلة ما بين الطرفين برأيك؟ والله شوف، لو رادت تقرر الحكومة العراقية، وأني أدعوها أن تقرر هذا الشيء، أن تسيطر على الخط هذا بقوة السلاح وتحميه، لأنه عندنا إمكانيات كبيرة جدا من خورملا إلى فيشخابور، والمسافة هي جدا قصيرة. نعم. وبعيدة يعني عن هذا، وعندنا قوات كافية ممكن أن نسيطر عليه، لكن هذا راح يخلق مشاكل أخرى بالبلد. يعني أنت الآن تسوي فد عملية احتراب ما بين الحكومة الاتحادية وما بين حكومة الإقليم، يعني أنا شخصيا يعني أرفض هذا النوع من الاحتراب، لكنه أدعو لتعقل الإقليم أنه يتجاوب مع الحكومة العراقية والحاجة الماسة إلى 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 المال إلى الخزينة، هو أنه يسلم هذا الخط إلى الحكومة الاتحادية ويعيش مثل باقي العراقيين على الأقل خلال الفترة القادمة. نعم.
طيب برأيك الخطوة التي تحدثت عنها وزارة النفط سيد حمزة من بيع الشحنات الفورية للنفط عن طريق المزاد الإلكتروني في دبي، كيف يمكن اليوم أن يؤثر بشكل إيجابي على صادرات العراق وأيضا إيجاد أبواب جديدة وأسواق جديدة للنفط العراقي؟ هو حقيقة النفط العراقي ليس هو الوحيد اللي يباع في منصات خلينا نقول سوق حرة. معظم النفوط بالمنطقة هي تباع بهالطريقة هذه. نعم. بس احنا يعني ما زلنا في مرحلة التجريب، يعني هي شنو الأنواع من النفط اللي عليها إقبال شديد بالأسواق الحرة. شفنا انه النفط الثقيل اللي هو يجيب أرباح تقريبا دولارين دولارين ونص دينار. نعم. دولارين وستين سنت أعلى من الأسعار اللي يعني العالمية. ف يعني بعدنا يعني في مرحلة أنه نختبر الأسواق، يعني ما وصلنا إلى المرحلة اللي أنه إحنا عندنا منصات ثابتة وتبيع النفط، يعني إحنا نبيعها في منصة دبي وليس في منصة خاصة تابعة للعراق. نعم. فبعدين أيضا حاولوا مع بنوك التحوط، بنوك التحوط شافوا أوكي هي جيدة لكنه كل الأرباح يأخذها بنك التحوط، إذن إحنا ليش نودي على بنوك التحوط؟ فيعني هاي شافوها فالتجربة فاشلة وعفوها. عموما أكو عندنا عدة تجارب تقوم بها سومو الوزارة، هذه من أجل أنه تزيد عائدات النفط. نعم. يعني أفضل الوسائل. نعم. لبيع النفط لزيادة العائدات، وهذه عملية جيدة يعني ومباركة، يعني يا ريت. نعم. تنجح. صحيح. بيدهم طريقة أو اثنين. نتمنى ذلك. أريد أن أشكرك جزيل الشكر سيد حمزة الجواهري وأنت الخبير النفطي على تواجدك معنا، شكرا لك مرة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا. واصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم. طفت على السطح من جديد مشكلة قديمة جديدة وهي العمالة الأجنبية في العراق، إذ لا يزال العامل الأجنبي يعاني من مشاكل عدة، أولها عدم شرعية إقامتهم في البلاد ما يجعل حركتهم خارج مكان العمل مقيدة بعض الشيء، فقد دخل جميعهم البلاد من دون تصريح عمل ومن خلال تأشيرات سياحية فقط، ما أدى بالحكومة العراقية إلى إصدار قرار يقضي بتسفير العمال الأجانب ومنع منحهم تأشيرات الدخول، والذي سبب امتعاضا لدى مكاتب توظيف العمالة الأجنبية وأصحاب الأعمال. وللحد من موضوع استغلال العمال الأجانب، أعلنت وزارة العمل العراقية وضع ضوابط جديدة لتنظيم العمال الأجانب إلى العراق وإلزام أرباب العمل بتحديد عدد ساعات الدوام وأيام العطل. لكن ماذا عن البطالة المتفشية بين الشباب العراقي والذي أمست نسبته 40% حسب أرقام صندوق النقد الدولي؟ وها نحن نجد اليوم المطالبات والتظاهرات تتجدد أمام مجلس الوزراء من قبل حملة الماجستير، مطالبين بحقوقهم بفرصة عمل وفق ما جاء في القانون العراقي رقم 137 لسنة 2016، والذي أقر ضمان العمل للشاب العراقي في المادة الرابعة من الفصل الثاني فيه باعتباره أي العمل حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز أن وجود آلاف العمال الأجانب في العراق هي فاجعة كبرى للاقتصاد العراقي. فمع اتجاه أرباب العمل إلى العامل الأجنبي ولعدة أسباب منها ساعات العمل والإنتاجية ورخص الأسعار، انعكست سلبا على الشباب الذي قلت فرص إيجاده لعمل يساعد على مواجهة مصاعب الحياة، وخصوصا مع ضعف القطاع الخاص وتخمة القطاع الحكومي، ما يتطلب وقفة جدية من الجهات المسؤولة، وذلك لتطبيق القانون الخاص بالعمالة والقضاء على النتائج السلبية التي أنتجها الوضع الحالي على الاقتصاد والمجتمع.
إن ازدياد نسبة البطالة في العراق والتي من الممكن توصيفها كحال الإغراق السلعي الناتج عن دخول كميات كبيرة من السلع والبضائع إلى البلد وبأسعار رخيصة الثمن والتي تنافس الصناعة المحلية وتعمل على تجميد المصانع والمعامل، كلها أسباب أدت إلى إغلاق العديد من المعامل العراقية وتسريح عمالها. لذا يجب العمل بجدية للتخلص من هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في هذه الجزئية من الحلقة. سوف نتحدث عن نسب البطالة المرتفعة في العراق مع تبدل الحكومات وتعقبها، لا يوجد هناك خطط واستراتيجيات واضحة تقلل من هذه النسب. آخر إحصائية تقول بأن نسب البطالة في العراق وصلت إلى 22%، هناك منظمات دولية تشير إلى 40% في بعض مناطق ومحافظات العراق المحررة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي السيد الخبير الاقتصادي السيد صفاء العقيلي. سيد صفاء مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولقناة التغيير على هذه الالتفاتة لرفض المشهد الصناعي والاستثماري في العراق، متمنين إن شاء الله لهذه القناة الغراء دوام الموفقية والرفعة. حياك الله سيد صفاء. اليوم إذا ما تحدثنا عن نسب البطالة اليوم في العراق، يعني تشهد ارتفاع كبير اليوم من بين الدول، في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط. إذا ما تحدثنا بالعموم في البداية، نسب هذه البطالة المرتفعة في العراق في ظل هذه الاقتصاديات الضخمة الموجودة والموازنات الضخمة جدا في عاما بعد آخر في موازنات العراق، لماذا نسب البطالة مرتفعة اليوم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلم اليوم الدولة العراقية هي 50% من إيرادات النفط والوزارات الأخرى التي تكون هي مصادر الطاقة للاقتصاد العراقي مرتبطة تقريبا بهذه المادة. أي 50% من مردود النفط هو بيع النفط هو يسد إلى رواتب الموظفين في الدولة. نعم. أيضا هناك نعم. طيب، يعني بعيدا عن هذه الإيرادات التي تقسم ما بين الشركات وما بين اليوم الحكومة، إذا ما تحدثنا بشكل يعني عادي وطبيعي، هناك عمالة أجنبية مرتفعة جدا في العراق، هناك من يقول هناك مليون عامل أجنبي اليوم في العراق، لماذا اليوم نبتعد عن العمالة الوطنية ونذهب ونركض وراء العمالة الأجنبية اليوم في ظل الارتفاع كما ذكرنا نسب البطالة والتي تؤثر أيضا على ارتفاع نسب الأمية بالتالي؟ نعم أستاذي الفاضل، كما تعلم أن جميع العمالة العراقية هي اليوم في وضع متوقف، كون القطاع الخاص العراقي قد شل تماما وتغيبت الهوية الصناعي العراقي، مما أدى سلبا إلى العمالة التي تعمل في القطاع الخاص أصبحت شبه متوقفة وأصبحت اليوم هي في يعني منظور آخر، اتجهت إلى الرواتب على الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل وما شابه ذلك. هناك يجب أن يفعل قانون في العمل، قانون العمل والشؤون الاجتماعية، كي يكون نظام الاستثمار في العراق بالرؤية الجديدة أن تكون ضوابط مع الشركات التي تحضر إلى العراق، أن تكون حصريا العمالة العراقية هي مفروضة على هذه الشركات. عكس هذا الشيء اليوم يحدث أنه الشركات الأجنبية ترجع إلى نفس المربع وتأتي بالعمالة الأجنبية، مما يؤدي أنه خروج العملة الصعبة. نعم. من العراق. طيب، سوف نأتي إلى هذه النقطة لاحقا سيد صفاء، ولكن النقطة التي ذكرتها مهمة جدا، يعني ذكرت الاهتمام، يعني بما معناه الاقتصاد الريعي قد أهملنا اليوم الصناعة وأهملنا التجارة وأهملنا الزراعة وغيرها من القطاعات ما عدا القطاع النفطي، أثر على العمالة العراقية وأصبحت تعاني من البطالة وعدم وجود فرص عمل. طيب، ذكرت هناك ملاحظة مهمة وهي أن وزارة العمل ألا تستطيع اليوم إجبار الشركات سواء العراقية أو العاملة في العراق الأجنبية على توظيف 50% من موظفيها يكونوا عراقيين،
بدلا من العمالة الأجنبية يعني التي تسيطر اليوم على السوق؟ ما يحصل أستاذي العزيز اليوم في أرض الواقع أن جميع الوزارات المرتبطة في قانون الاستثمار أو قانون النفطي لم توضع ضوابط تكون ملزمة هذه الشركات بفرض بإبرام العقود أن تكون مفروضة عليها العمالة العراقية. كما تعلم اليوم العمالة العراقية تمتلك خبرة أفضل من يعني اللي قادمين أو القاطنين من خارج البلد. اليوم في القطاع النفطي في محافظة البصرة الجو اليوم أصبح إلى أكثر من 50 درجة مئوية. كما تعلم أهل البصرة يكونون متعودين على هذه الأجواء التي تكون حارة. سيكون العامل العراقي يعني يكتسب خبرة ميدانية ومتحمل أجواء مدينته اللي هي مثلا أو حتى العراقيين بصورة عامة بغض النظر عن المحافظة أو الهوية أو ما شابه ذلك. العراقيين جميعا هم يستطيعون أن يتعايشون مع هذه الأجواء وهذه الطريقة التي يعني تكون هي مصادر طاقة يعني للعامل العراقي. نعم. طيب قبل فترة ليست بالبعيدة سيد صفاء وزارة العمل أعلنت عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإضافة نص في القانون بتعيين 50% من أفراد الشركة يكونوا عراقيين. اليوم هل وزارة العمل قادرة اليوم على فرض سطوتها وسلطتها على الشركات العالمية الكبرى اليوم العاملة في العراق وإلحاق اليوم القانون بها ومخالفتها في 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 حال يعني خالفت هذه القوانين وهذه الضوابط التي يعني أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ قانون الاستثمار توجد فيه فقرات يعني تلزم الشركات الأجنبية بالتزامها يعني الاتفاقات التي تكون هي منموطة بأعمال هذه الشركات وتكون أيضا داعمة لمشروع المستقبلي ما بعد انتهاء هذا العقد. كما تعلم سيدي الفاضل اليوم الشركة الأجنبية بعد أن ينتهي عقدها ستأتي تسلم إلى وزارة النفط أو الوزارة المرتبطة في قانون الاستثمار. نعم. هنا هل العامل الأجنبي سيبقى مثلا مع نظام الحكومة العراقية؟ أكيد لا. فهون يعني هنا نحتاج أن تكون يعني العمالة العراقية أو دمج من موظفي الوزارة الذين هم الآن ليسوا يعني بالمستوى تقديم الخدمات في هذه الوزارة ليكون ليتسنى ويكون له دور مستقبلي من أجل انتعاش يعني عمل هذه الوزارة كإنتاج من ناحية الإنتاج وأيضا من ناحية رفع الكاهل الذي تتحمله دوائر الدولة أو دوائر الوزارة التي هي منموطة بموضوع استلام رواتبها من خزينة الدولة العراقية. نعم. طيب إذا ما أردنا اليوم الحد من تدفق هذه العمالة الأجنبية التي يعني تغرق السوق العراقي ولا تدع مجالا للشباب العراقي اليوم لإيجاد فرصة عمل، دور هنا يأتي وزارة عمل أيضا مع المؤسسات المعنية بهذا الشأن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. ما الذي يمكن لوزارة العمل أن تفعله بهذا الخصوص؟ هل الحكومة العراقية مدركة لعواقب هذا الأمر برأيك سيد صفاء؟ نعم. كما تعلم أستاذي العزيز ويعلم المشاهد الكريم أن العمالة وقانون الاستثمار هما لهم أسس وقواعد ثابتة لا يمكن أن يعني تتغير. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هناك عقود تبرم مع شركات على سبيل المثال مدة سنة، يكون للعامل الواحد على سبيل المثال يعني $1,000 راتب شهرياً
هذه الشركة في حال اختلافها مع الوزارة أو ما شابه ذلك سيكون تسريح العمال مثلا أو انتهاء العقدهم قبل هذه المدة. أتمنى أن تكون هناك ضوابط وتسجل في يعني وسجل الشركات أو ما شابه ذلك، أن تكون حقوق الموظف العامل العراقي العفو والقطاع الخاص يعني الخاص بالعمالة العراقية أن تكون ضوابط تعتمد على قانون سنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يضمن حق العامل ويضمن حق يعني صاحب العقد الذي يكون هو جزء من العملية المستقبلية لقانون الاستثمار. هو كما تعلم أن الشركات الأجنبية اليوم وبهذه الأحجام الكبيرة تستطيع أن ترفع كاهل يعني البطالة بنسبة كبيرة وخاصة في المحافظات الجنوبية. كما تعلم اليوم محافظة البصرة وأيضا ميسان وحتى محافظة واسط اليوم هي حقول النفط مرتبطة في هذه المحافظات تقريبا عدا أقليم كردستان وكركوك. نتمنى أن تكون يعني وقفة جادة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة هذه الشركات وفرض ضوابط تكون ملزمة لهذه الشركات ب يعني وضع ضوابط أن تكون هي تبرى بعقود، هذه العقود تكون يعني ضامنة لحق يعني القطاع النفطي من حيث العمالة العراقية تكون جزء منها. وحتى إن كانت يعني هذه الشركات قبل أن تأتي إلى العراق وتستلم عقد أن يذهب وفد من العراق يذهب إلى هذه الشركة ليتفق معهم على آلية العمل وآلية وضع الأشياء المستقبلية ليتسنى لهذه يعني الشركة معرفة الأجواء وطبيعة العمل. أنا لا أقول إنه جميع العاملين العراقيين وقتين هم عاملين يعني يعملون بجد، هناك ضوابط تكون على العامل عليه له ما له وعليه ما عليه، يعني يكون له وقت الراحة إلى وقت. معظم الشركات هي لا ترغب العامل العراقي، يعتبرون أنه العامل العراقي يعني غير ملتزم بمواعيد، ويعني فد رؤية تكون بعيدة عن مواقع الحال العراقي. نعم العامل العراقي نعم هو صحيح من أفضل العمال الموجودين في الشرق الأوسط تقريبا. نعم كما تفضلت هي بعيدة كل البعد عن هذه الاتهامات، لأن الحجة الوحيدة لأي بلد في العالم عندما تكون نسب البطالة عندها مرتفعة. هناك جانب آخر سيد صفاء يجب أن نشير عليه ونسلط الضوء عليه، أن يعني كثرة اليوم استيراد العمالة الأجنبية من خارج العراق، ولكن ينسون مبدأ الكفاءة اليوم في هذا العامل الأجنبي. هناك كفاءات وطنية عراقية يبحثون عن رواتب منخفضة، ولكن على حساب اليوم الكفاءة، وبالتالي يعني تدهور جميع القطاعات التي تعمل بها هذه العمالة الأجنبية. نعم أستاذي العزيز، اليوم كما تعلم أن العراق ملتزم في قانون تعيين الدرجات الوظيفية إلا لحملة الماجستير والدكتورة، فماجستير بكالوريوس فما دون لم يجدوا حظوظ في هذا يعني التعيينات. مع العلم نحن نمتلك من الخبرات والطاقات العراقية التي هي يمكن أن تكون نقطة تحول لهذه الشركات المستثمرة في القطاعات جميعا، لكن لا توجد الآلية التي توصل الفكرة بين يعني الموظف العراقي والشركة الأجنبية. يجب من هذا المنطلق أن تكون آلية توضع فيها يعني تنظيم قانون الدرجات الوظيفية التي موجودة لدينا، يعني ممكن أن تقدم خدمة للشركات المستثمرة وأيضا رفع نسبة البطالة اللي موجودة نعم لدينا خريجين من معهد النفط وأيضا. نعم أليست هذه الفكرة يعني تم الحديث عنها سيد صفاء بإيجاد مكتب في وزارة العمل حتى تقوم على الشركات الراغبة يعني بفتح فروع لها وشركات مصانع بمراجعة هذه المكاتب لاستعراض اليوم الخبرات العراقية والشباب العراقي في حال حاجتها لموظفين عراقيين؟ نعم أستاذي العزيز، أنا أسلفت لك أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركات المستثمرة في العراق. من هذا المكان يجب أن تكون بالمستقبل العاجل إن شاء الله
خطوات مدروسة. هذه الخطوات المدروسة يخلفها يعني أو تسبقها نظام العمل ونظام التعيين ونظام الاتفاق. العمالة التي تأتي من خارج العراق اليوم تأخذ العملة الصعبة، أكرر العملة الصعبة ستذهب. نحن اليوم شركات النفط العراقية أو حتى الحقول يعني النفط العراقية كما تعلم أنه وضعية العراق أصبح مؤسسة استهلاكية. العراق يصدر نفط، يستلم المبالغ، أيضا تأخذ نسب الوزارات حصصها كما تعلم اليوم وزارات الوزارات العراقية أغلب الوزارات هي عاطلة عن العمل بموجب أنه الوزارات يعني المصانع العراقية وزارة الصناعة العراقية على سبيل المثال متوقفة ومغيبة شبه تام، جميع المصانع متوقفة وجميع يعني القطاعات الأخرى نعم متوقفة، جميعها متلكئة. بإمكان أنه هذه الموظفين وهذه العمالة أن تحول إلى هذه الشركات المستثمرة. نحن بدل أنه هو يطالب بعامل غير ماهر نعطيه عامل ماهر. أنت العامل الذي يأتي العمالة اللي موجودة مثلا، وأيضا هذه المبالغ التي تصرف يعني تكون إيراداتها إلى الوزارة. كما تعلم أنه اليوم العامل في وزارة النفط أو الموظف أساسا في وزارة النفط، وزارة النفط هي وزارة عريقة ولها جذور يعني رصينة حتى في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. لدينا مهندسين وخبراء وعمال أيضا بإمكانهم أن يكون نقطة تحول في إنجاز يعني مشاريع. أنا التقيت في أكثر من مرة في يعني عمال يعني عمل عمال لا يمتلكون درجات وظيفية، لديهم معلومات يعطي معلومات أنه من خلال الممارسة أنه يتمكن أن يكون يفرض نفسه على هذه الشركات كونه لديه خبرة. وأهل مكة أدرى بشعابها كما تعلم. نعم طيب، يعني لا يوجد درجات وظيفية سيد صفاء، وكل يوم تظاهرات نراها في الشوارع حتى من أصحاب الشهادات العليا لماجستير ودكتوراه. اليوم يعني المواطن العراقي أين يذهب؟ سيد صفاء هل تسمعوني؟ الصوت غير واضح. نعم نعم، كنت قد سألتك عن يعني عدم وجود نعم نعم، كنت قد سألتك عن الدرجات الوظيفية، الدرجات الوظيفية غير الموجودة في الموازنة العراقية للعام الحالي، تظاهرات احتجاجية نشهدها ووقفات تباعا في الشوارع حتى من حملة الشهادات العليا والماجستير والدكتوراه. اليوم المواطن العراقي يعني أين يذهب؟ أين يجد فرصة العمل؟ لا في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص، ماذا يفعل؟ أستاذي نعم، هناك حكمة تقول إن لم يكن لك من ذات نفسك صديق فلن يكن لك في الدنيا كلها صديق. نحن اليوم الطالب من عندما 20 عام من عمره يذهب بين الدراسة وبين الإعداد وبين التعب، اليوم زرع أينعى وحان قطافه. الطالب بعد التخرج وبعد ما يحصل على هذه يعني السنين من عمره من التعب ينصدم بوابل من التوقفات والإرباكات التي تحول دون حصول إلى وظيفة وتعيين. هنا دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الوزارة المختصة في موضوع الاستثمار أن تضع آلية معينة تدرس من خلالها جدولة زمنية مع الشركة أو المستثمر أو حتى شركات الأم على آلية نظام تعيين يفرض به أنه تفرض على هذه الشركات أنه يفرض على صاحب الشركة أو صاحب العقد أنه لدينا درجات وظيفية عاطلة عن العمل بإمكانها أن تكون لديها خبرة ولديها إمكانية أن تكون نقطة تحول في هذه يعني الشركة. اليوم أستاذي الفاضل كما تعلم أنه الشركة عندما تستثمر في العراق هي أتت من أجل الفائدة والاستفادة فيجب أن يكون هناك ضوابط. أنت اليوم تعمل في بلدي وتستفيد من خيراتي، نعم. لما لا تعين يعني ما أطلبه منك من درجات وظيفية؟ نعم، إذا المشكلة ليست بالشركات سيد صفاء، إنما المشكلة في الحكومة العراقية في الجهات اليوم المعنية في وزارة العمل وغيرها من الوزارات والتخطيط وما إلى ذلك المعنية بجلب الاستثمارات ومتابعة عمل الشركات. هو هنا أنا من هذا المنبر أنا
يعني أقول أن تكون وقفة جادة من قبل الوزارات المرتبطة بهذا الشأن، أن تكون هي التي تتحمل المسؤولية وتقف أمام يعني أصحاب الأمر من أجل إثبات هوية الوزارة العراقية التي هي اليوم ممثلة لشريان من شرايين الاقتصاد العراقي. اليوم لدينا يعني أكثر من يعني 8 ملايين موظف هم عاطلين تقريبا عن العمل، بين موظف على الدولة وبين أصحاب الهويات العاطلين عن العمل، يعني نسبة 20% من أطياف الشعب العراقي هم الآن يعني إيراداتهم كلها على 50% من نسبة النفط العراقي. هنا من هذا المنبر أنا أقول يعني يجب أن تكون وقفة جادة من بقية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن تكون هي جزء من هذه العملية المستقبلية، وتكون لديها القدرة من أجل إثبات اختصاصها، ويعني يكون لديها إمكانياتها من أجل دمج هذه الدرجات الوظيفية. نعم. وأيضا العمالة التي تعتبر هي أقل مثلا درجات من مثلا نقول تمتلك الدرجة، يكون للعامل الفني الذي هو يعني يعتبر عامل ماهر من درجات وظيفية، والعامل غير ماهر من الذين عاطلين هم أساسا عن العمل. نعم، أريد أن أشكرك جزيل الشكر سيد صفاء العقيلي وأنت الخبير الاقتصادي على تواجدك معنا، شكرا لك مرة أخرى. شكرا جزيلا أستاذ العزيز، والشكر موصول إلى هذه القناة المباركة. حياك الله. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. حلقة أخرى الأسبوع المقبل في أمان الله.